ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بص، صح، انا كتبت عليك في العنوان لان انا مش جاي اتكلم عن صلاح جازي، انا جاي اتكلم في حاجه تانية خالص بس ليها علاقه بيها. تمام. بمعنى انا طبعا هي ربنا يرحمها ما يرحمهاش، احنا كمسلمين ما ينفعش نترحم عليها، ده مبدئيا. تمام، عشان ما تغلطنيش في اخر الفيديو، بس هي بين ايدين ربنا، ربنا يعمل اللي هو عايزه، ربنا يرحمها ما يرحمهاش، حسابها انت ما تعرفوش ومالناش دعوه، بس احنا نترحم عليها. سالت شيخ امبارح، انا مش راجل دين، انا كل اللي عملته سالت شيخ قال لي لا يا احمد ما ينفعش نترحم عليها. تمام. طيب، اللي انا جاي اكلمك فيه بقى النهارده هو طريقه عرض البوستات. يعني انا امبارح قاعد، تمام، فشفت البوست ان فيه ولقيت هو صورتين كده، صوره بنت لذيذه كيوت كده، ورساله، صوره تانية رساله بتاعت قبل الانتحار بتاعها. فطبعا انا الكلام اثر فيا، وشايف بنت محترمه متعلمه شكلها كويس، فقلت ربنا يرحمها. تمام. بعدها بوست تاني، انتوا ازاي تترحموا عليها؟ فقلت ايه ازاي اترحم عليها؟ ايه، يمكن عشان ماتت منتحره مثلا؟ طب ما ممكن الانتحار يجوز الترحم عليه يعني وبتاع، وانت ما تعرفش، ممكن هو حصل حاجه في عقله او كده. المهم مش حته في الدين يعني، بس ايه، اشمزيت قوي من اللي منزل البوست ده، اللي هو ماله العبيط ده. بس ما قدرتش طبعا اكتب له كومنت لان انا مش عايز اجادل حد. بعدها لقيت بوست تاني، يا جماعه دي واحده كانت مثليه الجنس، واحده كانت ملحده، واحده كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا. قلت ايه ده؟ طب هي طب انا سيبك بقى من كل اللي عملته، ملحده يبقى ما ينفعش نترحم عليها. طب تمام خلاص، انا غلطت ان انا اترحمت عليها، طب ربنا يسامحني، لان هي ما بتؤمنش بوجود ربنا، بس هي دلوقتي ما بين ايدين ربنا، فخلاص احنا ما لناش دعوه بقى، هي في الجنه في النار ما لناش دعوه. تمام. بعدها كل ده بكلمك في طريقه عرض البوستات، ان واحد بيكتب بوست بيعرف يشدك بيه. طبعا بعدها بقى بدا البوستات اللي هي ايه، يا جماعه هي ما ماتتش من الالحاد ولا ماتت من اي حاجه، هي ماتت عشان دخلت السجن وتعذبت. بدات طبعا انا ايه، وبدا يدي معلومات كده وحاجات ويكتب بطريقه تشويقيه جدا تخليك انت تتعاطف، اللي هو ايه، بص حصل فيها ايه في السجن. طيب بعدها لقيت ان طبعا انا اتعاطفت معاها، اتعاطفت كشخص يعني كانسانيه، ماليش علاقه بالدين، كانسان حصل في انسان تاني كذا، فانا اتعاطفت معاها ايا كان هو ايه. بعدها لقيت ان هي كانت عامله زي حزب كده وبتاسسه عشان تعمل افكار المثليه الجنسيه. طب ما ده غلط. طب ما انت عايز الحكومه تعمل لها ايه؟ ما اكيد حبيبها تمسكها وتحطها في السجن. وبعدين الحكومه طلعت اساسا ان هي طلعتها من السجن، والبنت اهلها مش متقبلينها، واكيد اهلها مش هيتقبلوا الالحاد وهيتقبلوا المثليه الجنسيه، فهي قدمت على سفر لكندا والحكومه سابتها تروح كندا. الحكومه قالت لها اتفضلي، يعني الحكومه فاتحه الباب، يعني الحكومه مش مايداك، قالت لك اتفضل، انت اتفضل يا حبيبي روح. فبعدها طبعا انا كل ده بكلمك في طريقه عرض البوست. بعدها تلاقي بقى ايه، واحد يعني واحد منزل صورتها ومنزل صوره الولد اللي انتحر من فوق برج القاهره. فده ايه علاقته بده؟ هي حاجه وهو حاجه، انت ليه رابط البوستين ببعض؟ ليه رابط الحادثتين ببعض؟ ما ينفعش، دي واحده ليها علاقه بحاجه، وده واحد كان مسلم وكان مؤمن بربنا وكان طالب واتعرض لسجوف الله اعلم فانتحر. ده حاجه ودي حاجه، يعني فاهم؟ ده ركن وده ركن، ما تحطهمش جنب بعض. بعد كده جاب لك بنت تانية برضه انتحرت، برضه البنت مسلمه ودي واحده ملحده، ما بكلمكش في حاجه، تمام، انا ما بشتمش، هي كانت معترفه ان هي ملحده، الملحده دي مش شتيمه، انا هي كانت ملحده وهي كانت عارفه ان هي ملحده. فجايب الصوتين جنب بعض، انا بقى عايز اخش للولا اقول له انت ليه تحط الصوتين جنب بعض؟ يعني ليه جايب صوره ساره وجايب صوره البنت دي؟ ما يتحطوش جنب بعض، لان دي حاجه ودي حاجه. فاللي انا استفدته امبارح ان انا اول ما شفت البوست ولقيت البنت اكتئبت وانتحرت، الصراحه اتعلمت ان انا ما ينفعش اقرا بوست كده من الاول واقول رايي، لا لازم تستنى، عارف انت بقى، نشوف الدنيا دي فيها ايه، لان بجد في حتى صحفيين كبار وفي مراسلين وكذا حد يعني عنده متابعين كتير، تلاقيه ايه، يكتب لك بوست بطريقه تشويقيه جدا، حتى لو الموضوع غلط هو هيخليك تتعاطف معاه، هيخليك تروح له. فيا جماعه بالله عليكم، اقرا الاول، تمام، اقرا ماشي البوستات اللي على الفيس، تمام، وروح بعد كده اسال حد فاهم في الدين، ومش بقولك عشان تبقى انت فاهم في الدين، لا، روح اسال حد فاهم في الدين، واقرا مثلا من على النت،
وشوف القصه كامله وابدا كون رايك الشخص انت، ومالكش دعوه براي حد ولا بالبوستات بتاعت حد، لان كل الناس دي بتكذب ما بتعملش حاجه تانيه.